استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله في قصر الصافرية يوم أمس سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. وقد أدت الوزيرة اليمين القانونية أمام جلالة الملك المعظم بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة سعادة وزيرة السياحة معربا عن تمنيته لها بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن، مشيدا جلالته بما تتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهلها للقيام بمهام عملها على الوجه الأكمل. من جانبها رفعت سعادة وزيرة السياحة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكدة أن توجيهات جلالته الكريمة ستكون نبراسا لها في تأدية مهامها الوطنية.